صايرين مستانسين. ايه طاقين الحين. طيب عطار يعني انت الحين لو جيت تفصلون ثوب يطلعون اثنينكم ولا واحد يكفي؟ لا واحد يكفي. طيب ليش تقولون بعد تصرفون مع بعض ولا لا صدق من يروح بالعاده يفصل ثياب ويجي على قوس بالعاده؟ انا ايه. والله ليش انت ما تروح ان شاء الله؟ انا الكبير. انت اكبرون بكم؟ خمس دقائق. لا والله صدق تذله على هذا الموضوع على الخمس دقائق؟ انذل من كذا ما انا دول صدعوا بي. طيب سؤال يعني اذا صادقتوا احد لازم كل واحد يعلم الثاني من صادقتوا لازم تصادقونه كلكم؟ اي سوي اجتماع اول شيء عشان نوافق عليه ولا تجتمعون اثنين اذا انكم تصادق. طب عادي صادق لحالك. انا صادق لا لازم مو بعد لازم مع بعض طيب وتحسون في بعض صدق عطاري؟ يعني لو اطقك انت بيدري هو بيحس يعني ان الحين برد انت تدخل الدفا هو يدفا اي عادي مره لا هذول بدا يكيسون شكل صح لاقينا مشينا احسن. طبعا في المدرسه فصل واحد فصل واحد طيب شلون يفرقون؟ كل واحد في زاويه شلون؟ واحد هناك واحد هناك منه زاويه الباب زاويه الباب انا على طول انت شو اسمك نواف؟ نواف ونايف اللي عند الجدار اي صح في البيت يفرقون بينكم عادي يعرفون وش الفرق؟ وش الفرق صدق؟ هنا فلقه انت فيك فلقه؟ كذا العلامة يا سلام.